السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحية رياضية من منبر زيرتيوب. مقدمة اليوم خصصناها للحديث عن موضوع مهم وهو الفساد الرياضي. عندنا شحال وحنا نطالبوا بمحاربة كل أشكال الفساد الرياضي والتسييري والإداري الموجود في معظم الاتحادات الرياضية والفرق في مختلف الرياضات، ليس فقط في كرة القدم. كم من مرة كنا نسمع مسؤولين سابقين يهددون بالمحاسبة ويتوعدون بالذهاب إلى العدالة، لكن بعدها لا نرى شيء، مجرد كلام فقط. لكن في عهد الجزائر الجديدة تغيرت الأمور والأوضاع، وأصبح الفأس هذه المرة يقع في الرأس، والمحاسبة قد انطلقت. رئيس الفاف وليد صادي ومنذ انتخابه على رأس الاتحادية انطلق في تصفية عدة أمور وقضايا وتنحية عدة وجوه رياضية تسييرية بارزة. بداية صادي مباشرة وبعد انتخابه وبعد أول اجتماع للمكتب الفيدرالي قرر تنحية رئيس الرابطة المحترفة الأولى وسحب الثقة منه، مع وضع لجنة للتحقيق والمراقبة. بعدها جاء الدور على رئيس رابطة ما بين الجهات التي تم تنحية رئيسها بعد اكتشاف العديد من الخروقات والثغرات. وليد صادي وصل في محاربته لكل الشبهات، وقام ايضا بتنحية رئيس رابطة الهواة علي مالك ووضع لجنة للمراقبة والتدقيق المالي والإداري. نتوقف هنا من اجل ان نشير الى امر مهم، وهو الان اصبحت ليست فقط التنحية بل تأتي وراءها المحاسبة. هناك لجنة تقوم بالتدقيق من أجل المحاسبة. عدة وجوه وشخصيات رياضية تجدرت في كرة القدم الجزائرية، لكن المقصلة جاتهم من عند صادي، والدلة كانت على عمار بهلول العضو الفيدرالي الأسبق واللي كان في ثلاثة مكاتب فيدرالية، عمل مع محمد ربراوة، عمل مع زتشي، عمل مع عمارة، وكان مستعد أيضا أنه يعمل مع وليد صادي. لكن التحقيق كشف بوجود خروقات وثغرات مالية وإدارية على مستوى الرابطة الجهوية لولاية عنابة. نحن هنا لا نتهم أي شخص، ولكن نتحدث بناء على البيانات الرسمية المنشورة من طرف الفاف. نتمنى أيضا هذه التحقيقات تكون في اتحاديات أخرى، تكون في رياضات أخرى، حتى كل قطاعات الرياضة ترجع للطريق، وهكذا الرياضيين تاعنا يستفادوا من امتيازات من الإمكانيات المالية واللوجستيكية الممنوحة لهم من طرف الدولة الجزائرية. في الأخير أقول لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.